نتيجة التعادل هي لخدمتنا نحن لخدمة عم لمف، لكن في الواقع معناتها على مجريات المباراة ميتون جيسكا كانت موجودة، سيرتو وقت اللي عم لمف كانت اديس كنا ابليكي وصلنا الجول ماركينا خذينا معناتها المبتغى نتاعنا. دوزيام ميتون الحقيقة معناتها بعد ليغاليزاسيون معناتها اللي صار سويت معناتها بالفوت دو ماركاج الملعب هي معناتها تمسوا وخرجوا اصلا من اللعبه وكنا نخسروا الماتش الحقيقه معناتها حم لمفة بليزيور اوكازيون معناتها وصلت لنا مالغري هذا جينا معناتها اوكازيون نحن في الوقت القاتل معناتها دو كونتر ان الملاعبي معناتها بون الانانيه ما عرفش انا حب النفس الحقيقه خلينا معناتها 3 بوان وان بوان بطبيعتها هي ما تخدمناش حمام لمف معناتها كانت اخطر منا الحقيقه سورتو دوزاميتون احنا ما عرفناش نتعاملوا مع مجريات المباراه سورتو معناتها ملاعبيه صار انفليشيسمون اش نقول لك الظروف الكل معناتها ضدنا حتى الببليك نتاعنا اللي مفروض معناتها يقف معنا اليوم تحس كانك تلعب معناتها الاكستيريور وما نقولش الكل فما محبين بارك الله فيهم انا اللي علي قاعد نعمل فيه انا حبوني ننسحب انا ننسحب معناتها شنو هي وبعد انتم مسلمين فيها الجمعيه اصلا مش حكايه ممرن ولا شيء الجمعيه معناتها متروك لازم الناس كل معناتها تجي وتقف حملم في جيتون دي بلاس ما شاء الله جايين مع الناس وجايين مسؤولين وجايين معناتها ناويين يعملوا حاجه احنا للاسف رئيس يهز في راسه ينفض وحده ونحن كاطار فني ظروفنا معناتها مش هي الحقيقه هذاك هو سويت معناتها على الظروف هذه تلقى الريزلتا كيما هكا وتلقى الروندمون معناتها اللي ما يفرحش برشا يعني تحس فما مجموعة تخدم ضد الشبيبة القيروانية أكيد أكيد فما مجموعة معناتها نقول ديما مع احترامي معناتها الجمهور الشبيبة جمهور الشبيبة فما ناس غيورين لكن فما ناس ما نعرفش حتى وانت رابح تحس روحك معناتها موقفش معاك تحس روحك معناتها يدعي وتجي الكلام وغير السبان وكل واحد مش جاي هنا زاد باش يطيح قدره وكي جمعيته ويقف معاها باللي يقدر عليه ملعبية ممكن معناتها ما حصلناش ممكن من الاختيار ما عطاوش اللي مطلوب منهم ايه شنو معناتها تحبوا جمعية معناتها وانت ماشيوا طيحوها اكثر من هكا يا مش تاخفوا برجوليه معناتها مع الجمعيه نتاعكم وخلينا الناس كل نتعاونوا تو نطلعوا من الظرف هذا ما يطولش معناتها الظرف هذا يا خويا نسلموا الناس الكل نسلموا اصلا نحن مسلمين فيها معناتها الجمعيه هذا هو معناتها الظروف الحقيقه ما خدمتناش يعني ما ترجع للماتش برومي ميتون اديس كنا واقفين معناتها ما فماش ديفيرنس كبيره صحيح حملهم في متصدره معناتها وهي الاولى واليوم نحن كنا ناويين باش نربحوا ما اكتبش اليوم معناتها الربح ان شاء الله معناتها في الماتشات الجايه نحاولوا باش نعوضوا ذاك شنو ما مشيش خاصة دفاع الشبيبة القيروانية تقريبا كل هجوم الحمام الأنف يمثل اخطر فرصة هدف لحمام الأنف شنو المشكل في الدفاع تاجسكا؟ قلت لك صار انفليش انفليش اسمه مورال معناتها بعد ليغاليزاسيون ما كانوش يتوقعوا معناتها لي حمام الأنف معناتها مش ترجع في اللعبة صارت شوية معناتها ديزوردر في لي كونسيني معناتها ما وقفوش إصحاح مركاج ما عادش صحيح الناس كل تحسها معناتها تفكر وقت تجي الكورة باش نمشيو للكاج متاع حمام لنف وناسين اللي هما حمام لنف توما ما معناتها جيتنا في قداش من اوكازيون هذاك علاش رينا معناتها ديزورغانيزاسيون في الديفانس كي تنتقارن ميتون الاول والميتون الثاني تقول هذه الديفانس معناتها بتاع بريمير ميتون وهذه الديفانس تاع ديزيام ميتون نفس الاشخاص هما بيدهم ما نعرفش انا من رايي الجمهور هو السبب الرئيسي في هذا معناتها الملاعب يحس في روحه وقتاش يوفى الماتش ويبعد خاطر نسمع ونحن في السب وكل شيء الكره اخويا سمح فيها اذا كيما هكا معناتها تتلعب بالكلام هذا البذيء الام تجبد والبو يجبد وملاعبيه اصلا انت الناس ما فيك الناس تسب قبل يظفر الحكم الديبار تاع الماتش يا فلان شبيك معناتها تشكك حتى في الشخص معناتها قبل يبدا كيفاش انا ملاعبيه زاد هما مالهم الا بشر صغار ويحبوا يلعبوا ويحبوا يقدموا لكن تحت البريسيون هذيك المستعد شجع اخوي وبعد الماتش يجي نحكي اما في وسط الماتش من تبدا تتصرف في التصرفات هذيك سي نورمال باش تلقى الملاعبيه بالشكل هذاك خوف نعرفش رهبه ما نعرفش انا الحقيقه معناتها هما نفسهم الملاعبيه اختلفوا في الدوزيام ميتون الحقيقه